طيب دكتور، يعني هستأذنك بمناسبة استمرار الحديث عن الطاقة، خلينا نستقبل عبر الهاتف دكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة وعضو مجلس الطاقة العالمي. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا بسيادتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. هل في رأيك تنجح يعني أوروبا في توفير مصادر بديلة للطاقة قبل فصل الشتاء المقبل اللي هو يعني قرب طبعا جدا، خصوصا مع نقص إمدادات الغاز الروسي؟ الحقيقة قد تنجح أوروبا بصعوبة شديدة في توفير إمدادات مستوردة من الطاقة الأحفورية عبر السوق العالمية المفتوحة للطاقة، وخلال اتفاقات سياسية قاسية مع الدول التي تملك الوفرة في مصادر النفط والغاز، وقد لا تنجح في تحقيق ذلك قبل فصل الشتاء المقبل مع نقص إمدادات الغاز الروسي. الحق أن ظلالا داكنة تخيم على المشهد في الشهور القريبة القادمة من حيث يقينية النجاح في تعويض نقص الإمدادات، اللهم إلا إذا استعانت أوروبا سريعا بالرصيد الحالي المتوقف لديها من محطات الفحم والنووي. طيب بتشوف ازاي توجه يعني فعلا اوروبا تجاه الفحم اللي حضرتك ذكرته يعني لمواجهه الشتاء المقبل، وهيختلف الوضع ازاي اذا تم اللجوء فعلا للفحم؟ هناك الحقيقه صياحات تعالت بشده في اوروبا بالتنبيه للخطا التاريخي في اغلاق محطات الفحم لتوليد القوى الكهربيه بعديد من المواقع والبلدان الاوروبيه. كذلك تعالت الصيحات بشدة لإلقاء اللوم على الساسة الذين استجابوا لنداءات الغوغاء بإغلاق المحطات النووية، وهو توجه سليم جدا، لأن الفحم النظيف يمكن أن يؤدي دورا ضخما جدا في الوفاء بالطلب على الطاقة، خاصة مع ارتفاع كفاءة محطات القوى الكهربية الشغالة بالفحم، مما أدى إلى انخفاض ابتعاثات غازات الدفيئة إلى مستويات تكاد تكون مناظرة لمستويات الابتعاثات من النفط والغاز كلما ارتفعت الكفاءة، كما أن انبعاثات الهواء انخفضت إلى مستويات دنيا أقل من المعايير البيئية لحماية الصحة والبيئة، فلا غبار أبدا على استخدام الفحم، ثم أنه يعول عليه تعويلا عظيما في توليد الطاقة الكهربية. نعم. أيضا القوى النووية هي خيار مستدام من حيث الوفرة في الطبيعة، مصدر للطاقة موجود بوفرة، من حيث الآثار البيئية لا تلوث للهواء، لا غازات دفيئة، لا إشعاعات، نفايات ضئيلة جدا، لا انتشار نووي، من حيث الاقتصاديات والأثر الاجتماعي الموجب بتحقق تأمين الإمداد وتأمين الاستدامة وحيوية التقدم التكنولوجي والأمان المجتمعي. الحقيقة الفحم والنووي بديلان لا غنى عنهما أبدا لحل مشكلة الطاقة الحالية في أوروبا. نعم دكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة وعضو مجلس الطاقة العالمي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا دكتور.